صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب. دي النهارده هعمل معاكم روتين الصباحي، وكمان هوريكم الحاجات اللي انا بستخدمها حاليا في روتين والروتين بتاعي، وهديكم زي ريفيو مبدئي عن الحاجات دي، لان معظم الحاجات اللي انا بستخدمها في الروتين حاليا منتجات تعتبر جديدة، وفي منتجات نزل ليها ريفيوهات وفي منتجات هينزل ليها ريفيوهات بعد ما اجربها فترة كويسة. اول حاجة انا بستخدمها في الروتين، وده غسول غارنيه، وكنت عاملة فيديو عنه من قريب ريفيو، وزي ما انتوا شايفين انا خلاص قربت اخلص نصه، وده سعره كان 100 جنيه، وزي ما انتوا شايفين الكمية بتاعته كبيرة جدا. وده فكرته عبارة عن غسول بيساعد في تفتيح البشرة، في فيتامين سي، مستخلصات الليمون، سيتريك اسيد وسلسليك اسيد، في احماض عن جل زي ما انتوا شايفين. وانا عن نفسي باخد كمية بسيطة جدا منه الصبح لانه بينظف تنظيف قوي. بعد ما نظفت بشرتي بالغسول كويس بستخدم المحلول شركة فارماسيرز، ومش اول مرة اتكلم عليه، ونسبته 3% 2% مندلك اسيد، 1% مجموعة كبيرة من الاحماض، ويعتبر مناسب حتى للبشرة الحساسة. نقط بسيطة على ايدي وابتدي بعدها اطبطب على البشرة. بقلل جدا فرصة ظهور الحبوب، يعني الفترة اللي انا بستخدمه فيها بحس ان بشرتي معرضة للحبوب بشكل قليل جدا، نادرا لما بيطلع لي حبوب. لما بستخدمه بيقلل الدهون في البشرة وافراز الدهون، وبيعمل تقشير لطيف جدا. بعدها هستخدم السيرام ده من بايو بالانس، قريب هينزل لكم ريفيو عنه. انا تقريبا بستخدمه ليا فترة طويلة، وده بيكون شكله، وده عبارة عن سيرام فيتامين سي بس بنسبة بسيطة جدا، فانا شايفة انه حتى هيناسب البنات اللي بتتحسس من الفيتامين سي بتركيز عالي وفي كولاجين، فبستخدمه هو بس، فمش بحتاج بالنهار اني استخدم اي مرطب، فبستخدم ده قبل الصن بلوك عشان فيه الفيتامين سي وكمان فيه الكولاجين اللي بيرطب البشرة. وهاخد منه 3 نقط بس، وعلى فكرة هو قوامه خفيف وخفيف جدا على البشرة، وقريب هنزل لكم ريفيو عنه، خصوصا ان حاليا في عروض حلوة على شركة بايو بالانس، القطعة التانية فري، فهيعتبر حلو جدا للبنات اللي نفسها تستخدم فيتامين سي بس عايزة حاجة تكون تركيزها مثلا بسيط. هو في البداية بيسي ملمس استيكي بسيط بس البشرة بتتشربه. اهم حاجة لو اي حد عنده سيرم من ماركة بايو بالانس احتفظوا بالسيرم بتاعتهم في التلاجة، لانها مكتوب عليها خالية من المواد الحافظة، وكمان هم محددين انك تشيليه في درجة حرارة قليلة. خلوا بالكم من النقطة دي بس عشان المنتجات بتاعتهم تفضل معاكم فترة طويلة كويسة من غير ما تبوظ، فغلوها في التلاجة. بعدها هبتدي استخدم كريم العين ده عشان ارطب المنطقة واحافظ عليها من الخطوط. ده من شركة ACM، النوع ده اسمه ديوليس عشان عندهم نوع تاني حلو في الترطيب وبيحافظ على المنطقة دي، وهاخد كمية بس بسيطة جدا. حاولوا انكم لما تعملوا الروتين ده بالنهار تراعوا انكم تاخدوا كمية اقل يمكن من الكمية اللي ممكن تاخدوها بالليل، بس عشان الجو صعب والدنيا حر جدا، وعشان ما يعملش مشاكل مع البشرة الدهنية والمختلطة سواء المرطب او السيرم او حتى كريم العين. واخر حاجة انا بستخدمها بالنهار وهو الصن بلوك ده، وده جديد من شركة بيزنين، هو لسه نازل مصر جديد بس مش جديد في الشركة نفسها، وده بيكون شكله، وانا هجربه فترة كويسة وهطلع اتكلم عنه، خصوصا ان اتقال عليه كلام حلو كتير. اهم حاجة انكم ترجوه كويس جدا قبل ما تستخدموه، وقوامه خفيف جدا، هوريكم شكل القوام ده بيكون شكله. ده شكل قوامه. ايه، هبدأ اوزعه كويس جدا على البشرة. مبدئيا كده ريحته في ريحة كده خفيفة وحلوة، مكتوب عليه انه بيرطب وكمان مضاد للتجاعيد، وكمان مكتوب عليه انه تركيبة خفيفة ومناسبة لجميع انواع البشرة، وكمان بيساعد في فكرة تقليل التجاعيد. انا هوزعه، بحس في البداية شوية بيعمل لون ابيض بسيط، طبعا انا هجربه فترة كويسة وبعدها هطلع اتكلم عنه، فهجربه كويس واشوف اذا كان بيحمي كويس من الشمس، ممكن بعد شوية يعرق بشرتي او يخلي افراز الدهون اكتر. مبدئيا ده شكله على البشرة، بيرطب فعلا البشرة كأني حاطة مرطب وبعدها حاطة الصن بلوك، بيسيب البشرة فيها لمعة صحية، ريحته حلوة وخفيفة، ريحة عسل، ومش بيعمل اللون الابيض بس بيدي ترطيب حلو.
طبعا هجربه فترة كويسة واشوف اذا كان ممكن مثلا يخلي البشرة دهنية او زيتية او يعرق، وكمان طبعا هشوفه في اهم نقطة بيحمي من الشمس كويس ولا لا، وان شاء الله هعمل ريفيو عنه. وبس كده، وده كان بالنسبة للروتين بتاعي الصباحي والمنتجات اللي انا حاليا بستخدمها، وحاليا بقلل جدا المنتجات بالنهار عشان انتوا عارفين الجو صيف والجو صعب، ومن اقل حاجة ممكن البشرة تتعرض للحبوب وللدهون وللزيوت، فبحاول على قد ما اقدر اني اقلل المنتجات. حتى الميك اب اللي انا بحطه حاليا الصبح مش بحط غير الكونسيلر بتاع درماتيك وشويه لوز بودر على البشره عشان تكون مات اكتر وتنت وبس، مش بحط اكتر من كده لان فعلا الجو صعب جدا واي حاجه هتسيح وهيبقى شكلها مش احسن حاجه. وبس كده، وده كان الفيديو، وانتظروا الجزء الثاني الروتين بتاعي الليلي، هو ده اللي هتلاقوا فيه منتجات كتير وحاجات كتير هتكلم عنها. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا، ولو حابين تسألوا عن أي حاجة اكتبوا لي تحت في التعليقات وأنا برد على كل التعليقات. شكرا ليكم ومع السلامة.